شكرا يا استضافة. يمكن التحديات بالنسبة للاقتصاد المصري تشمل تحديات عالمية وتحديات محلية. التحديات العالمية كلنا نعرفها طبعا من بدء الحرب الروسية الأوكرانية 24 فبراير العام الماضي، وخلاص فاضل كذا أسبوع يبقى يمر أكثر من سنة على الحرب وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية والطاقة بصفة عامة، وده جزء مهم جدا أثر بالسلب على أسعار السلع عالميا وبالتالي على السوق المصري. ايضا ده استدعى ان البنوك المركزيه العالميه انها تتجه سياسات تشديديه ورفع اسعار الفائده، وده بدوره طبعا شد استثمارات وجذب استثمارات من خارج الاسواق الناشئه ومنها السوق المصري، وبالتالي ده اثر بالسلب على الاقتصاد المصري. ايضا من احد التحديات العالميه طبعا كان عدم الوضوح من معدلات النمو الاقتصاديه العالميه، خصوصا مع اتباع الصين لسياسه صفر كوفيد وتخوف من انتشار كوفيد مره اخرى بعد فتح الاقتصاد مره اخرى. نعم. ولكن هناك ايضا تحديات محليه في الاقتصاد المصري نتيجه طبعا ارتفاع اسعار السلع والتضخم الذي كان ناتج عن دفع التكلفه، ولكن مؤخرا اتجه التضخم للتاثر بالتضخم المستورد نتيجه ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه المصري. طبعا ده يمكن النقطه الاولانيه للحكومه المصريه مع طبعا سياسه البنك المركزي المصري تم اتخاذها، وهو وجود مرونه، وده يمكن احد النقاط التي تم اتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، وجود مرونه في سعر الصرف الجنيه المصري. نعم. وتم وبالفعل شفنا هذه المرونه وانخفض سعر الجنيه في الفتره الاخيره والمنخفض حتى الان منذ بدايه العام ب 10 و11%. فالجزء الاولاني هو المرونه، واعتقد ده تحدي مصر تخططه. اعتقد الفتره القادمه التحديات هتكون تكمن في توفير سيوله دولاريه بالنسبه للاقتصاد المصري، لان اعتقد ان التضخم المستورد هو المشكله الاساسيه حاليا في الوقت الراهن واتجاه سعر الصرف في الفتره القادمه، والذي يعتمد بصوره كبيره على مش بس قطاعات كثيره ترزح اليوم تحت ضغوط ازمه الدولار مصداقية. وتوقف المشاريع، من هم أكثر المتضررين بالضبط هنا على الساحة المصرية في هذا الإطار؟ المتضررين هي هنا مش بس بسعر الصرف فقط، ولكن ايضا بارتفاع تكلفه التمويل، لان طبعا البنك المركزي عشان يحافظ على الاسعار ترتفع معدلات التضخم لمعدلات عاليه جدا اضطر لرفع اسعار الفائده، فعندنا ارتفاع في تكلفه الانتاج، فطبعا الشركات او القطاعات المستدينه طبعا هتبقى عندها مشكله في التكلفه التمويليه، ولكن طبعا سعر الصرف اي شركه واي قطاع بيستورد جزء كبير من انتاج منتخلاته الانتاجيه طبعا بيتاثر بالسلب، خصوصا ان انت عندك مشكله في التسعير فقط ايضا في السوق المصري، لو انت هتقدر تمرر هذه التكلفه في الاسعار السلع النهائيه بتاعتك ولا مع وجود طبعا منافسه في السوق المصري. فبصفه عامه عندنا تاثرات من ارتفاع سعر الصرف وتاثر من ارتفاع تكلفه التمويل، وخصوصا في الاونه الاخيره بعد الغاء بعض المبادرات التمويليه من جانب البنك المركزي المصري لتوحيد السياسات النقديه بصوره عامه، فدي اعتقد هتاثر بالسلب طبعا على الشركات اللي بتستورد والشركات المعتمدة على السلع العالمية. كما بدأنا بهذا اللقاء ذكرنا أن البنك الدولي متفائل بالإصلاحات الحكومية، ولكن هل ترون أنها كافية بظل التحذيرات الأخرى والتي جاءت بشكل أساسي على لسان مثلا صندوق النقد اللي حذر من أن العام سيكون صعب؟ فما الإجراءات الأخرى المرتقبة والمنتظرة من الحكومة لمواجهة هذه الأزمة؟ زي ما ابتديت كلامي هو حته المرونه اول حاجه، يعني في مرونه في السياسه النقديه ودي خلاص شفناها. انا الحاجه الجديره بالذكر بالامس مرونه الحكومه المصريه في ترشيد الانفاق واتخاذ قرارات بتخفيض بعض النفقات الفتره القادمه خصوصا ذات المكون الدولاري، فاعتقد وجود مرونه من الجانب السياسه الماليه بجانب السياسه النقديه ده جزء مهم جدا. اعتقد في الفتره القادمه صندوق النقد الدولي او الشركاء العالميين هيبصوا على مصداقيه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من جانب الدولة المصرية، وخصوصا الخاص بوثيقة سياسة ملكية الدولة. أعتقد الفترة القادمة توفير سيولة دولارية عن طريق تنفيذ هذه الوثيقة وطرح استثمارات للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر مهم جدا على توفير الحصيلة الدولارية في مصر عشان نحجم التضخم المستورد. البنك المركزي إلى أي حد قد يرفع الفائدة خلال هذا العام؟ ما المستويات المتوقعة برأيكم؟
وطبعا البنك المركزي المصري رفع الفايده السنه اللي فاتت 8% ويمكن فاقت التوقعات اللي كانت موجوده في بدايه العام. اعتقد مع وجود ارتفاع استمرار في ارتفاع معدلات التضخم، النهارده شفنا معدلات التضخم بترتفع من 18.7% في نوفمبر ل 21.3% في ديسمبر، واعتقد مع ارتفاع اسعار الدولار الفتره القادمه وارتفاع اسعار الوقود وارتفاع اسعار الكهرباء في النصف الثاني من هذا العام، معدلات التضخم تتسارع اكثر من ذلك وتبقى في متوسطات العشرينيات. اعتقد البنك المركزي هيوازن ما بين عدم تثبيت معدلات النمو وصاد ان هو يحاول يحجم ارتفاع الاسعار. اتخيل ممكن ارتفاع اسعار الفائده هذا العام ممكن نتكلم على 2-3% مره باضافيه. طبعا ده يعتمد بصوره كبيره على ما سيحدث في الاسواق العالميه والبورصه المصريه. كيف ستترجم كل هذه الامور؟ ما توقعاتكم لاداء السوق هذا العام؟ البورصة طبعا تستفيد بحاجات وبتتأثر بحاجات، طبعا تتأثر بالسلب طبعا من ارتفاع تكلفة التمويل، لأن ده طبعا بيزود معدل الخصم وبالتالي بيخفض التقييمات، ولكن من الناحية الأخرى انخفاض قيمة الجنيه أو ارتفاع سعر الدولار قصاد الجنيه ده بيقلل من قيمة بيرخص من أسعار الأسهم المصرية، وبناء عليه بنشوف ارتفاع في قيمة الأسهم المصرية بالعملة المحلية، وشفنا أوريدي الارتفاع البورصة منذ بداية العام نتيجة انخفاض الجنيه قصاد الدولار. فأعتقد إن هو اللي هيتم إعادة تقييم أسعار الأسهم المصرية لأعلى بالجنيه المصري في هذا العام نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وأعتقد أن الفترة القادمة التركيز هيكون على الشركات التي تصدر التي تعتمد لا تعتمد بصورة كبيرة على الاقتراض كهيكل تمويلي لها. فأعتقد هي دي القطاعات اللي ممكن قطاعات ممكن دفاعية، قطاعات مرتبطة بسلع عالمية بحيث أن هي تقدر تسعر أسعار البضائع بتاعتها على حسب ارتفاع أسعار السلع العالمية.